الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله على نعمة الإسلام وحسن الخلق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن عيد الأضحى المبارك تقترن به جملة من الشعائر التعبدية الدائمة المتكررة، جعلها الله مظهرا من مظاهر الفرح القلبي، منها خاص ببيت الله وما يتبعه من الأماكن المقدسة وهو الحج، فيه يطوف المسلمون بالبيت الحرام ويقفون بعرفات ويقدمون الذبائح شكرا لله، ومنها عام يقوم به المسلمون في بلدانهم المختلفة وأجناسهم المتباينة. ذلكم هو التكبير الذي يصبحون به من فجر يوم عرفة إلى فجر رابع يوم العيد، وفيه يعلنون عقيدتهم في الله بصفة جماعية جهرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذه الصلاة الجامعة التي تعرف بصلاة العيد يجتمع لها الناس في المصلى، يفتتحون يومهم بذكر الله والوقوف بين يديه ومناجاته واستشعار عظمته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وليس اتخاذ العيد شأنا خاصا بالإسلام، وإنما هو شأن فطري عرفه الناس منذ عرفوا الاجتماع، وللذكريات أثرها في تنبيه الوعي وإحياء الشعور والاحتفاظ بمجد الأولين الذين أدركوا سر الحياة وآمنوا بسنن التقدم فيها. فما من أمة متدينة أو غير متدينة، متحضرة أو غير متحضرة، إلا كان لها بمقتضى تلك السنة عيد أو أعياد فيها تتزين وتلهو، وفيها تفرح وتلعب، وفيها تتخفف من عبء الحياة بما يروق لها ويناسب تصورها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والإسلام لا يصادم الفطرة في شيء من أحكامه، ولا يريد من الناس أن يخلعوا طبيعتهم ويكرهوا أنفسهم على غيرها، وإنما يريد بأحكامه وشرائعه تنظيم الفطرة والسير بها في طريق الاعتدال الذي يحفظ للعقل البشري كرامته، ويحفظ للروح متعتها، وللجسم حظه. وهذا شأن الإسلام في كل شرائعه، وهو شأنه كذلك في مشروعية العيد. فلم يكد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة حتى وجد الأنصار يلعبون في يومين ورثوا اتخاذهما عيدين، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أقرهم على أصل فكرة العيد تلبية لسنة الفطرة، ولكنه أبطل يومي الجاهلية
كراهة التنويه بشعائرهم التي كانت مظهرا من مظاهر الشذوذ العقلي، وعين لهم يومين ارتبط بهما من الذكريات الإسلامية ما جعلهما في تاريخ الإنسانية غرة في جبين الدهر كله، واقترن كل منهما في كل عام بأداء ركن من أركان الدين له أثره في تهذيب النفوس وارتباط القلوب برب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، لم يفت الإسلام وقد بنى أعياد المسلمين على معاني المجد والقوة والسمو والسلطان أن ينظر إلى الجانب المادي في الإنسان فيعطيه في يوم عيده الحق في التمتع بالملابس الجديدة والمآكل الطيبة واللهو البريء الذي لا يخدش عرضا ولا يقتحم كرامة ولا يمس حرمة، قضاء لحق الطبيعة البشرية في الترويح عن النفس. تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: دخل أبو بكر وكان يوم عيد وعندي جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بحنيفية سمحة. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما كبر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، الله أكبر فوق كل كبير. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن حسن الخلق سبب في لين القلوب وطهارة النفوس وشرح الصدور، وهو عامل رئيس في إسلام غير المسلمين ونشر دين الإسلام في أرجاء المعمورة. فإن المسلمين الأوائل عندما استقاموا على مكارم الأخلاق رقت لهم قلوب الكافرين فدانوا بدينهم وسلموا لهم بلادهم. ولازلنا نرى الملايين من المسلمين في الهند والصين وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وغيرها من البلاد الذين أسلم آباؤهم الأوائل وسلفهم الغابر لتأثرهم بالأخلاق العالية للتجار المسلمين. واليوم وللأسف نرى، نسمع، نقرأ عن سلوكات بعض الشباب والمراهقين، عن سلوكات وممارسات ليست من الإسلام في شيء، بل هي عبارة عن جهل فاضح وتربية سيئة وانحراف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن حسن الخلق هو الغاية من دعوة الإسلام، فإذا كان لكل بنيان أساس فأساس الإسلام حسن الخلق. قال عطاء: ما ارتفع من ارتفع إلا لحسن الخلق. وقال يحيى بن معاذ: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. وقال الجنيد: أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات،
وإن قل عمله وعلمه. الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان. وقال الفضيل: لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. فاللهم احسن أخلاقنا وقوي أرزاقنا واجعل أيامنا أفراحا وأعيادا. اللهم لا تكشف عنا سترك ولا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك. اللهم اعف وعاف واغفر ذنبنا وذنب كل المسلمين يا ربنا يا حي يا قيوم. نسألك العفو عما مضى واللطف في القضاء والستر فيما بقي. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا ووالديهم المسلمين أجمعين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وأمننا في أوطاننا وبارك لنا في أعمارنا وارزقنا الصحة والعافية. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم أصلح للمسلمين في ذرياتهم، اللهم بلغهم أشدهم وألهمهم رشدهم وارزقنا وإياهم برهم يا رب العالمين. واضرب اللهم سرادق الحفظ والرعاية على مغربنا الآمن الأمين. اللهم من أراد بمغربنا سوءا فاجعل كيده في نحره وتدميره في تدميره، ومن أراد به خيرا فوفقه وأعنه يا رب العالمين. وارحم اللهم الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، وبوئهما من الجنة غرفا في مقعد صدق عند ملك مقتدر، واجعل النصر والخير والنماء والبركة لهذا الشعب في وارث سرهما جلالة الملك محمد السادس. اللهم احطه واحط به واجمع الشمل ووحد الصف على يديه، وبارك له في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بسمو الأمير مولاي رشيد، وقوي جانبه بالتفاف شعبه من حوله، إنك المسؤول والمأمول وأنت نعم المولى ونعم النصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعيدكم مبارك سعيد.